تتواصل انطلاقات فترة المساء، تتواصل انطلاقات الأشواط الرئيسية الخاصة بسن الصغار وأشواط الحقائق. نبدأ مع هذا الانطلاق الثالث ضمن انطلاقاتنا العشرون التي رصدت في مساء هذا اليوم، والأشواط العينية الجوائز السيارات الثمينة التي رصدت لسن الحقائق. نبدأ مع المقدمة في هذه اللحظة، الشوط الثالث ينطلق والإبكار تندفع في رحلة جديدة من رحلات البحث عن الناموس. البداية على المركز الأول هذه العدملية، على المركز الأول صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة مع المركز الأول ومع الصدارة، تليها الظبي على المركز الثاني، حمد بن راشد بن سعيد البريصي المري مع المركز الثاني وثالث المراكز، تواجد وانطلاق جديد. هناك من الجانب الآخر هي السكرانة على المركز الثالث، طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني مع المركز الثالث ورابع المراكز. المركز الرابع هذه الغالية لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، والمركز الخامس تحمل الرقم 6 وهي الذيبة لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد. على المركز الخامس، إذا هذه الأسماء الخمسة وهذا الانطلاق، وشاهدنا في مساء هذا اليوم الأشواط الرئيسية، شاهدنا الصدى تفوز بالشوط الرئيسي الخاص بالإبكار بشعار محمد بن سالم بن مانعة، وبعد ذلك حضر شاهين محمد بن راشد العويسي لينتزع الناموس الأول الخاص بالقعدان، لتبدأ هذه الأسماء بالبحث عن السيارة الثالثة في هذا الشوط، السيارة الثالثة وهذا شعار بشريدة على المركز الأول، شعار بشريدة مع العدملية على المركز الأول، صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة مع مقدمة الشوط، وهنا تغيير في هذه اللحظة من الظبي اللي غيرت وانتقلت بدورها إلى المركز الأول، الظبي لحمد بن راشد بن سعيد البريصي المري مع المركز الثاني وهذه الخطيرة الواصلة، هذه اللي بالمركز الثالث هنا وصلت الذيبة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد مع المركز الثالث ورابع رابع المراكز السكرانة. على المركز الرابع هنا طالب بن فرج بن هادي بن هليل المري مع المركز الرابع وخامس المراكز. من الجانب الآخر الغالي محمد سيف بن محمد بن زيتون المهيري، لا تغيير على المراكز هنا حتى لوحة الكيلومتر الأخير، المراكز الخمسة لا زالت باقية في الصدارة، ولكن الأمور يا البريصي بدأت بالظهور الشعارات الكبيرة هنا بعد افتتاح الكيلومتر الأخير، وهنا اللحظات الأخيرة، السيارة الثمينة والغالية وهذا الغزو المكثف على موقع الظبي، على موقع الظبي، على المركز الأول، على المركز الأول الظبي حمد بن راشد بن سعيد البريصي المري، وهنا تحركت الذيبة من الجانب الآخر، أيضا تحركت الغالية، وهنا ايضا يتحرك شعار جديد واسم جديد، هنا وصلت مرموقه، ووصلت ايضا في هذه اللحظه نيران لنايف بن عبد الله الفهيده، واللحظات الاخيره وانطلقت في هذا الموقف مرموقه، حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري مع المركز الاول، ومن الجانب الاخر الغاليه، واللحظات الاخيره الغاليه ومرموقه وغاليه، واللحظات الاخيره وشعار بن زيتون، شعار بن زيتون مع الغالية محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري التي حضرت من العين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتهدي لمالكها، مالك الغالية محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري ناموس هذا الشوط وحصولها على السيارة في هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني مرموقة لحمد بن جار الله بن محمد البريدي المري، المركز الثالث وصلت الذيبة لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد، المركز الرابع جبارة على المركز الرابع لبريك بن راشد بن صالح الجربوعي المري، المركز الخامس وصلت بالمركز الخامس شعاع لأحمد بن علي بن محمد بن مطر بن واسل اكتبي. إذا ناموس هذا الشوط ذهب مع المهيري وحصلت غالية
على سيارة هذا الشوط تهانينا لمالك غالية محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري من حضرت في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لكل الفائزين. إذن هذا هو خط النهاية الذي احتضن غالية. التوقيت الزمني اللي سجل مع الغالية 4 دقائق 37 ثانية، 33 جزء من الثانية. هذه الغالية لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس. وهذه مرموقة من احتلت المركز الثاني 4 دقائق 37 ثانية، 83 جزء من الثانية. مرموقة أهدي عهدة الناموس لمالكها حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. وهذه الذيبة من احتلت المركز الثالث. توقيتها الزمني 4 دقائق 39 ثانية 27